وكالعادة وزي ما عودناكم وزي ما أنتم تعودتوا حنفتتحوا حلقة برنامجنا لليوم مع فقرة أغنية وحكاية. أغنيتنا لليوم هي أغنية ست الحبايب من منا ما غناهاش لأمه، كلمات بسيطة لكن كبيرة هلبة في معناها. من اللي كتبها وشو مناسبة كتابتها؟ هذا هو اللي حنكتشفوه اليوم مع بعض في فقرة أغنية وحكاية. نمشي نشوف ريبورت ومن بعد مكملين.